ودلوقتي مشاهدينا جمعتنا مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطاب امبارح للنادي الأهلي بيفيد بأحقية مشاركة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق في مباراة النادي الأهلي النهاردة قدام سموحة في نصف نهائي كاس مصر، وده بعد ما انتهت مدة العقوبة المقررة على اللاعب بإيقافه لمدة 6 شهور واللي ابتدت من يوم 11 يوليو الماضي ولغاية امبارح، وبناء عليه بيعود للمشاركة بشكل طبيعي في المباريات. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أعلن قائمة حكام بطولة كأس العالم للأندية المقبلة المقرر إقامتها في المغرب، وشهدت القائمة 26 حكم من مختلف القارات اللي بتشارك في البطولة، منهم 6 حكام ساحة و12 حكم راية، بالإضافة ل 8 حكام لتقنية الفار، وضمت القائمة حكم عربي واحد كحكم ساحة وهو الجزائري مصطفى غربال. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف العالمي للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير اللي جاي، وتصدر مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي تصنيف الرجال للمرة الأولى في تاريخه، وده بعد تتويجه مؤخرا ببطولة هيوستن للسكواش. الدولي المصري طارق حامد لاعب فريق اتحاد جدة السعودي تواجد في التشكيل المثالي للجولة 13 في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وده بعد تألقه قيادة فريقه لتحقيق فوز مهم على حساب الباطن. ونروح لكاس الخليج العربي وتأهل منتخب عمان لنهائي الكاس بعد ما فاز على المنتخب البحريني بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت بينهم على ملعب الميناء ضمن منافسات الدور نصف النهائي للنسخة 25 من بطولة كاس الخليج العربي واللي بتستضيفها العراق. كمان نجح منتخب العراق في حسم تأهله لمواجهة المنتخب العماني في المباراة النهائية ببطولة خليجي 25، وده بعد فوزه على منتخب قطر بالنتيجة 2-1 على ملعب البصرة الدولي. امبارح أعلن نادي أرسنال فوز ساكا لاعب الفريق بجائزة أفضل لاعب في صفوف المدفعجية لشهر ديسمبر الماضي، وده بعد ما تألق في مواجهات الفريق، ونجح بوكايو ساكا في تصدر استطلاع رأي الجماهير بحصوله على 50% من الأصوات، وهو بيتفوق على مارتن أودغارد وجابرييل مارتينيلي ونيكاتييه. نشرتنا الرياضية خلصت، لكن كلامنا لسه في الرياضة مخلص. مصطفى وجمانة دلوقتي عندهم استوديو تحليلي صغير عن مباراة الزمالك اللي حصل فيها امبارح وإيه اللي هيحصل في مباراة الأهلي النهاردة. تفضل يا مصطفى وتفضل يا جمانة. أشكرك منا، شكرا جزيلا.